اهلا وسهلا بحضراتكم، ما زلنا بنتابع مع حضراتكم تطورات الاحداث في مصر وكيف يتفاعل العالم معنا. لكن خلوني في البدايه اقول لحضراتكم حاجه حصلت امبارح قبل ما ادخل الهواء. شفت بعض المواقع اللي اتكلمت عن تصريح لرجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي بيقول فيه ان التاريخ سيلعن شيخ الازهر. انا ما شفت هذا التصريح ما حبيتش اتكلم مع حضراتكم فيه الا لما اتاكد بالفعل ان اردوغان وصل الى هذه الدرجه. رحت راجعت الصحيفه التركيه اللي ادلى فيها بهذه التصريحات وقال فيها ان التاريخ سيلعن شيخ الازهر. حقيقه ان احنا امام كارثه حقيقيه، يعني ان يتخذ اردوغان كل هذه المواقف السياسيه على مدى المرحله الماضيه ولا يتفهم ولا يحترم طبيعه الاراده الشعبيه اللي اتحركت 30 يوليو، ويبدا يحاول انه يؤثر على المجتمع الدولي لتدوين القضيه المصريه او طرح القضيه المصريه او تبني وجهه نظر، ده كله. والكلام الثاني بقى انه يتطاول على قامه علميه وقامه دينيه في العالم الاسلامي كله زي شيخ الازهر. هنا لازم نقف جميعا، هذا التطاول اللي تم من اردوغان هو ليس تطاول على الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشخصيه المصريه، لا، ده تطاول على قامه وعامل اسلامي كبير جدا. يجب على العالم الاسلامي ان ينتفض الان لاتخاذ موقف تجاه ما فعله اردوغان. انا بقول لحضراتكم احنا ما بنتكلمش عشان احمد الطيب ده او الدكتور احمد الطيب ده عالم مصري جليل، لا، احنا بنتكلم عشان ده رمز للمؤسسة الدينية الوسطية في العالم الإسلامي كله وهو الدكتور أحمد الطيب. يكفي كل ما اتخذه من أردوغان من مواقف على الدولة المصرية الآن أن تتحرك وعلى العالم الإسلامي أن يتحرك لوقف هذا التطاول. أنا الحقيقة بحاول أدور على لفظ مهذب ومنضبط، لكن هذا التطاول يجب أن يكون هناك إجراء ضده. خلينا نرحب في البدايه بضيفتنا العزيزه السفيره منى عمر، مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه سابقا ومبعوث الرئيس المؤقت عدلي منصور الى عدد من الدول الافريقيه. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني حضرتك ابنه الخارجيه المصريه، انا كنت بقول ان اللي حصل من اردوغان امبارح تجاوز كل الخطوط. ده صحيح، ده صحيح. كان في حالات من مساحات الدين الاسلام، لكن انا دلوقتي لما الاقي ان هو احد المسلمين واحد جمعيات دعم الاسلاميه واحد ابناء الحركه الاسلاميه واحد ابناء الحركه الاسلاميه واحد نفسه اللي بنصيب لعبد الرمز في الدين الاسلامي، انا اعتقد بدون مسؤول شخصيتك ان هو ضروري يكون في وقت من العالم الاسلامي كله ضد هذا التصريح وضد هذا الاشخاص. طب هل من المتوقع مثلا الخارجيه المصريه او مؤسسه الرئاسه تتحرك في هذا الصدد ايضا؟ ده اردوغان اللي احنا كنا بنضرب بيه المثل لما وصل الاسلاميين للحكم، كنا بنقول مالهم الاسلاميين مع اردوغان في تركيا عامل نموذج كويس قوي للحكم الاسلامي، لكن للاسف الشديد بالمواقف تظهر كل الحقائق، يعني ممكن احنا كنا شايفين جزء فقط من الصوره. حاجه مستغربه جدا يا سياده السفيره، اردوغان زي ما كنت بقول انا وحضرتك ابن الحركه الاسلاميه اللي جاب بعد اربكان وحسن كل الاخطاء اللي عملها اربكان بالتصادم مع مؤسسات الدوله وعمل حزب معتدل وعاد الى الحياه السياسيه. الحقيقه مش فاهمه ليه ما بنصحش ابناء تنظيم جماعه الاخوان المسلمين في الداخل ان هم يعملوا زيه. بالظبط انا دلوقتي بعد ما بشوف المواقف بتاعتهم انا اعتقد ان هم ابتدوا حقيقه التنميه الاقتصاديه وغيره، دي كانت في حد ذاتها وسيله من الوسائل حتى يتمكن من التمسك بالاراضي الدوله ثم التوسع بعد ذلك. يعني ما هي كانت ليا في حد ذاتها هدف ان هو تحقيق مصلحه الشعب التركي، ولكنها كانت هوايه
علشان ينزل معرفة البنتكين. عشان كده لما يلعب أحد المراكب اللي أعتقد إنها أقل دولة ليه في الإمبراطورية العثمانية الجديدة زي سعر المناسبة للمصريات الحقيقية. الإمبراطورية العثمانية يعني حتى الصحف والوسائل الإعلام الأجنبية كانت طرحت سؤال من فترة، سلطان أردن قاطك يعني هو عايز يبقى سلطان ولا عايز يبقى ديمقراطي؟ لكن للأسف الشديد لما بيتكلموا عن الديمقراطية بس في مصر لكن في نواحي أخرى يتم تغافل ذلك. خلينا نرجع للموقف الأفريقي، لأن احنا حضرتك على مدى الأيام الماضية كنا مهتمين في وسائل الإعلام برصد المواقف الغربية الأوروبية والأمريكية، أيضا الدائرة العربية اللي بتعتبر دائرة حاضنة الآن وداعمة للموقف المصري، وتحسنا ما قد طرأ على الدائرة الأوروبية حتى اللحظة. بالنسبة للدائرة الأفريقية أنا سعيدة أن حضرتك معانا النهاردة عشان حضرتك عندك جولة لتوضيح ما حدث في مصر، كان ليكي تصريحات عقب هذه الجولة. نبدأ بإثيوبيا، حضرتك زرتي إثيوبيا وقلت أن رئيس الوزراء الإثيوبي متفهم لحقيقة ما حدث على الأرض في مصر. رئيس الوزراء الإثيوبي كان أكثر من متفهم، يعني أنا أقدر أقول أن إذا كان يجب على شخصية كنت مدرس منها، هو كان يعني بيتكلم على أنه حصل في مصر الثورة الشعبية، وبيتكلم على أنه أي حاكم مش بس الدكتور مرسي، أي حاكم جه بلد الشعب ساعات بيشعر أن الشعب ما بقاش عايزه، لأنه هو من مصر نفسه، يعني هو لما جه بصندوق الانتخابات وبعد كده لقى أنه هو في أكثر من 22 أو 23 مليون صوت مليون يحكم شعب سنة، الحكم ده اللي ينسحب، المفروض ان الحكم ما هواش جابه غاية، المفروض ان الحكم يسير. فانا انا رفضت، انا اللي اخترعت رفضت، الحكم بيقول كده، وكان بيقول ان هو مؤكد ان اثيوبيا فتح مليون جنيه معانا، وانه حتى المركز بتاع اثيوبيا اللي هي حاليا بتتولى رئاسه الاتحاد الافريقي الكبيره مختلفة عن موقف بعد السن وعن بالظبط خاصة سؤال بيتحرك مشاركة مصر في مشروع الاتحاد الافريقي. صحيح. يعني حقيقة موقف شديد بجد. هل الموقف الاثيوبي المتفهم او المساند ان صح التعبير، لو انا عدلت التعبير من متفهم الى مساند وفقا لتصريحات حضرتك، ممكن يكون ليه دور في التاثير على مجلس الامن والسلم الافريقي او على الاتحاد الافريقي بصفه عامه؟ طبعا ما ممكن ان هو يكون له دور، لان الشكل كبيره دوله فعاله ونشيطه زي كبيره الاتحاد الافريقي. لانها لازم تبقى عضوا في مجلس السلم والامن زي ما يتم الانتخابات وفقا لكل اثنين بيختار عدد من الدول. هو المحرر اللي كان هناك فالناس كانت مختلط عليها الأرض. بس كان بيقول في ناس كانت بتصور ان اثيوبيا ورا هذا الكلام، بس هو عندي كان كلام من نص خير. يعني كمان اقدر اقول لحضرتك ان هو كل الدول اللي انا شفتها في خلال هذه الدوله كانت متناوبه تماما وكانت شريفه جدا. يعني انا عرفت كل تقريبا دول حد ما بجد يفرض الدوله تستشير الدول دي كلها كانت رؤسائها مرتبط برؤسائها انفسهم كلهم يعني متفاهمين. قلتي في تصريحات اوغندا وجيبوتي كانوا متفاهمين. اوغندا وجيبوتي واوغندا الرئيس كان بيتكلم على انه عايز ينشر مقال يقول فيه ان هو معارض للقرار بتاع الاتحاد الافريقي، ويقول فيه ان اللي حصل في مصر هو ثوره شعبيه، وان هو من مين اللي خد القرار ضدنا في مجلس الامن والسلم طالما هذه حالة من التفاهم؟ الاعلام لومي ليه علاقه بالمساله دي؟ الاعلام لومي طبعا تم الاستناد عليه، يعني هو تم المدرب اللي هو الاستناد عليه لاي انقلابات عسكريه في اي وقت، يعني اي تغيير غير دستوري، وطبعا ان هو حصل في مصر ما حصلش بالشكل التقليدي، فهم اعتبروا انقلاب اعتبروا تغيير غير دستوري. طبعا احنا عارفين كل الكلام عن الكلام ده غير صحيح، وان الكلام ده بعيد عن الواقع، وان مفيش اكثر شجاعه من الشعب نفسه هو الديمقراطيه المباشره. الديمقراطيه المباشره، لكن ما بيخليني اسيء نقطه ان هو الرئيس رئيسه المفوضيه وهي الدكتوره جميله شنو هي من جنسيه دوله جنوب افريقيا. احنا كان في الانتخابات الماضيه كان في اعتراضات من دول كثيره جدا 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 على ان دوله من الدول الكبرى اللي هي بتدفع كتير برضه مزايا، كانت بتدفع مثلا 13% من ميزانيه الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي انها تكون بتلاعب رئاسه، لان ده ممكن ان هو يكون له تاثير. احنا بنلاحظ ان في بالذات دوله
قناة أفريقيا واحدة مننا ناس نشاط صحيح صلبي صلبي ينبغي ومصر على أن بحث الكلاب ومصر على أن بعيدها من ومصر على هناك استخدام مفرط القوة من قبل سلطات الأمن المصرية بياناتهم بتقول كده بالظبط ما كان بيحصل الكلاب على أربع بيانات حتى الآن طبعا ما ردنا عليها برضه لكن أنا شخصيا مستمتع بالموقف ده وبفرحة لأن أنا حبيبتي جنوب أفريقيا مرتين صحيح الدولة دي احنا كنا بنساندها ونقف جنبها في كافة المحافل وطبعا مقاطعين غير النظام اللي موجود هناك لسنوات طويلة ودعم مادي ودعم معنوي بتقدم لحركة التحرير اللي هناك اللي هي السي او بي السي وغيرها وأكثر من مرة يمكن عقدنا اجتماعات على أرض مصر علشان إن هو يحسم عمليات المصالحة والطبع على النظام العنصري اللي موجود فأنا ما كنتش منتظر يعني ما غيرش موقفها سيادة السفيرة بعد وفد الحكماء الأفريقيين اللي جه مصر وزار مرسي بس البيان ده كان فيه جزء برضو دعوة الأطراف للحوار وعقد مصالحة حقيقية كان شبيه البيان كده نبذ العنصرية مش ملتزمين بقواعد الاتحاد الافريقي ومعتمدين عليها مع ان احنا شاركنا قبل كده في اكثر من مره في قرارات تعريف وديه الدول الاخرى وكان معنا مجلس على مركز جنوب افريقيا ده ممكن ناخده في اطار الصراع على عضويه مجلس الامن يعني ممكن نقول يعني ممكن يكون اكثر من تفسير ان المسلمين اللي سن بتاعهم يقولوا لي تفسير لكن احنا كنا بنبرر بيه قبل كده هو عمليه الصراع والتكشيف الصراع نطلب مجلس الامن ان احنا البنائي جدا بالنسبه لاي دوله من الدول الافريقيه فيعتبرون من مصلحتهم ان هم يزيدوا من اي تشويه للسوريه المصريه بحيث ان انا بعد كده لما اطلع رساله امن من مجلس الامن ان هذه دوله وقعت عليها عقوبات بما ان هم ما وقعتش عليها عقوبات فانا بدي اقول لها فيها نظام غير شرعي ان دوله كل المواصفات اللي هي ممكن انها مبينه سنه ليش فمن انا ارسل هذا لكن انا بدي ارجع اضيف نقطه ثانيه انه كان في اتصالات قويه جدا بين الجماعات الاسلاميه اللي موجوده هناك في جنوب افريقيا وبين الحكومه الاسلاميه اللي كانت موجوده مع حماس يعني احنا كنا بنفس كان في اتصالات بتكون حتى من وراء يعني السفاره المقيمه هنا سفاره جنوب افريقيا بيجوا ربعات الشخصيات الاسلاميه وبيتصلوا مباشرة بالرئاسة ما يمر على الفردية على الإطلاق ومنها على غزة وحماس. أنا أعتقد أن هو برضه ده كان ملف تبع عصام الحداد ما كانش تبع كل جزء كان تبع عصام الحداد وهو الرئيس السابق المصري لما راح جنوب أفريقيا كان راح يحضر مؤتمر في جنوب أفريقيا كان حرصه الأول أنه يرتكب الجنايات الإسلامية هناك كان هو اللي طلبه أنه يرتكب الجنايات الإسلامية عملية التصوير في الطعام جابت الرابع الموسيقى في التقنيق كان واحد ده جنوب افريقيا دي كانت واضحه جدا في نتائج انتخابات الرئاسه. دي مع الشعب كانت تديني بالمدينه انه احنا مش بس حكايه مطعم مجلس الامن في تاثير على سمع القرار السياسي. البيئه الاسلاميه ما عندها تتحرك. بالظبط يعني بيقول لك عشان رجال اعمال ورجال اعمال يمتلكون التمويل الكافي للتوجيه يعني طيب حضرتك خدمتي كسفيرة لمصر في جنوب أفريقيا فترة ليست قليلة يعني لما بيجي على أذهاننا جميعا جنوب أفريقيا احنا كمصريين بسطاء جنوب أفريقيا بالنسبة لنا بين قوسين مانديلا وحضرتك عارفة إن مانديلا بعد الثورة التونسية وبعد الثورة المصرية في 25 يناير وجه خطاب لمصر وتونس عقب هذه الثورة هو صاحب التجربة الرائدة في المصالحة هل حضراتكم في الخارجيه فكرتوا طبعا هو يعاني من ازمه صحيه صعبه للغايه، لكن هل من اتصالات مع هذا الجناح المستنير في جنوب افريقيا او اللي هو تجربه متميزه في المصالحه؟ انا طبعا رئيس مندلة دلوقتي حالته الصحيه بس حالته الصحيه دلوقتي حتى اذا ابتدت لان استعماله شخصيا طبعا وكان في مفروض رايحه على
عشان خاطر تدرسها فين في دراسة مطلوبة، لما مبادرة كده عشان خاطر تديني برضه فكرة عن كيفية إتمام هذه المصالحة الوطنية. لكن أنا يمكن التجربة بتاعت جنوب أفريقيا هي بعيدة شوية عن اللي بيحصل في مصر. إحنا في مصر مش أبيض وأسود، إحنا كلنا مصريين وإحنا كلنا نفهمك. لما احنا عايزين مساحة واسعة للبلد محدش عايز يستسلم حق المفروض ان احنا المفروض ان احنا نسعى اليه. لكن عندنا فصيل كان بيتحرك عكس هذا الاتجاه. كان بيتحرك عكس هذا الاتجاه اللي كمان عايز يعمل ان هو ان شاء الله يختار في المسافة الكبيرة بعد ما يطمن عين التخلص او القلق على القيادات اللي هي كانت بتسمم وراء هذه المجموعة. طيب هرجع ليه، لان الناس مركزه جدا حضرتك عارفه في وسائل الاعلام على استختزال الموقف الافريقي في قرار مجلس الامن والسلم الافريقي. هل هذا القرار وفقا للتغيرات اللي ربما بدات تحصل على الارض باستثناء موقف جنوب افريقيا؟ يعني عندنا موقف اثيوبي وموقف انا عارفه ان اثيوبيا مش عادي، لكن موقف مثلا اوغندا كينيا جيبوتي. هل بهذه التحركات وعقب زياره حضرتك نتوقع ان ده هذا القرار يتم تعديله او العدول عنه؟ هو حصل اجتماع بعد هذه الدولات ولم يتم تعديل هذا القرار، وحصل اجتماع بعد كمان زياره بتاعت وفد الحكومه، واحنا كنا منتظرين ان بناء على التقرير اللي تقدم به الحكومات دول الثلاثه انه يكون في طريق، لكن انا اعتقد ان هو مش هيحصل اي تعديل في القرار ما لم نتخذ خطوة فعلية وحقيقية في سبيل تنفيذ خريطة الطريق. يعني أنا دولة في الاتحاد الأفريقي، أنا مش متبرر ومعنى عن القرار، ضروري يكون هذا عمل انتخابات دستور مستحكم عليه. أي خطوة فيها صندوق، أي خطوة فيها صندوق صندوق صعب. لا أنا أعتقد أنهم حيكونوا أكثر دليل حتى لو هم عايزين أن الناس ما تتحرك حتى نبدا في تنفيذ هذه الخريطه. طيب انا فهمي المحدود حضرتك صححي لي ان مساله تعليق انشطتنا يعني احنا ما نحضرش الجلسات ونصوت، ان احنا ما يبقاش لينا حق في ابداء بعض وجهات النظر، هل ده له تاثير بحكم خبره حضرتك الافريقيه على الوضع في مصر؟ طبعا له تاثير، لان ده برضه بيمثل الصوره المصريه على المسرح الدولي. انت كمان الاتحاد الافريقي او الافريقي بالذات الدول الافريقيه هي يعني المحيط اللي انت بتنتمي اليه الاتحاد الدولي بالمحيط العربي، لكن انا كمان حتى انتمائي الجغرافي للدولي هو انتماء افريقي. صحيح صحيح. بالتاكيد له تاثير، قد يكون ان هو الناس كده تعثر بتعامل من الناحيه شبكه يعني الكلام كان اللي بيتقال احنا الدول الافريقيه طالما قدمنا لها من الدعم حركات التحرر من التحرر في افريقيا مضروب الجمال عند المصاعب يعني الان كان الناس يضربونها قدام يكونوا هم الافارقه، لكن انا طبعا ما كنتش ببصر قدامهم للاسف كانوا بمعناه بيلتزموا بالكتاب اللي كان فيه رحلة حضرتك كلها قلم ومين بالقلم وبالورقة زي عسكري بيان عسكري يبقى أي حس يبقى الحياة اللي هو وزير الخارجية السابق اتصل برئيس الفرنسية قبل زي العزل كان كان معاك محمد كان جن وانا حتى احنا مرحبين اللي كنت توصل له وفد مش احنا هنا في مصر مش شايف على الحقيقة ولا بنجاح زي القرار اللي انت عاوزينه بناء على ما يتكشف يتكشف عن زيارة هذا الأمر، لكن ما في سبعة مساحة سفر الأسبوع 6 3 قرار كان يوم 5 يعني ما بيلحقوش حتى هذا المهم. طيب واحنا بنتكلم عن الدول الافريقيه او دول الجوار الافريقي، احنا عندنا كمصريين رغم انشغالنا بالتطورات السياسيه والامنيه عن الارض، لكن عندنا ملف لا يمكن ان احنا نغفله ايضا، واعتقد ان اكيد جزء رئيسي من اهتمام حضرتك موضوع اتفاقيه خد النيل، موضوع وضع المياه في مصر، موضوع سد النهضه، وليكي لقاء اخير مع رئيس الوزراء الاثيوبي، تناقشت ده حضرتك معاه؟ لا خالص، كان الهدف من الدوله كان
مركز في عملية الأحداث في مصر والوضع في مصر، وإننا إحنا بنحاول نحقق الوعي الإفريقي ومسمى المسمى الآن على خط مصر، نتكلم على إنها خط مصر، وبالتالي لن يتم التطرق لأي موضوع صيني خلال هذه المرحلة وخلال هذه المرحلة. طيب إذا ما عادت الحياة إلى طبيعتها في مصر وبدأنا الدولة تعيش عادي جدا، تبدأ حضرتك تروح وزارة الخارجية تمارسي عمل حضرتك الطبيعي في إطار القضايا المطروحة على الأجندة، هيبقى موضوع سرد النهضة موضوع ما زال مطروح. آخر حاجة سمعناها عن الموضوع ده اللي هي اللجنة الثلاثية اللي شكلت لتقديم تقارير مختلفة عن موقف الأطراف المختلفة. هل من جديد في هذا الأمر؟ في زيارة الوزير نبيل فهمي إلى السودان ممكن يكون كده. السلامة في السد، الناس كان في تقارير فنية بتشير ان احنا ما عندناش حتى ضمانات ان السد ده ممكن ما ينهارش في اي وقت ويأثر على الوضع المائي كله. حضرتك عايزه تقولي للراي العام المصري اذا كان احنا كمصريين عندنا مخاوف من مساله تاثير هذا السد على حصتنا المائيه وحقنا في الحياه بقى طبعا الماء جزء من الحياه، لكن الناس دول كمان عندهم حلم قومي بان يتوصل لديهم الميه والكهرباء، فعندهم احتياجات ربما تكون مناسبه، عشان كده فكره النظره العادله لموقف الطرفين. سيادة السفيرة أصوات في الداخل ضد دول المصب، يعني هو مصر والسودان دول بياخدوا المية على الجاهز ولا بيتعبوا في أي، يعني خلينا نقول بصراحة المستنبع بتاعهم سريعة وسريعة جدا، فرصة الوصول إليها
أنا بالنسبة لي أنا كان وقت النصف محتاج إن أنا أعمل عملية طبيعية شغل طبيعي من خلال العملية من خلال وزارة الرعاية علشان أنا أعرف المعلومات الطبيعية اللي بتنزل على الدولة دي سواء في الكارتين سواء في ناشئة حملات صعبية كل العملات بتاعتنا في يعني مش بمزاجها استراتيجية الترشيد مش بمزاجها لكن لازم أسأل عن الدولة الطبيعية لازم أشوف كمان بدائل بدائل من قصة مياه الجلفية فيها عندنا الأدوات التكنولوجية أكيد مستحدثة الكثير من المسائل اللي ممكن طيب عايز اسال حضرتك سؤال صريح شويه بحكم خبره حضرتك الى اي مدى يمكن ان يؤثر ما حدث في 3 يوليو في مصر على علاقتنا بالدول الافريقيه من ناحيه المصالح وهكون صريحه قوي يعني احنا دوله دلوقتي عندنا وضع جديد بنحاول نبني دوله بنحاول نعمل خريطه طريق هناك من يتفهم وهناك من لا يتفهم هذا الامر ممكن يستغلوا الموقف اللي احنا فيه ولا ممكن ما يستغلوش الموقف اللي احنا فيه؟ طبعا ممكن ان هو يستغل الموقف اللي احنا فيه لكن انا رايي انا الشخصي ان هو الدنيا كلها دلوقتي بتقابل على اساس المصالح انا بقول ابص من مصلحتي في مصر وابني بلدي وانطلق في بناء في استعادة دوري الدولي في الاقليم حتى اعودي اكون انا نفس منها أنا بتكلم على إكس منها مش بالمفهوم العسكري، أنا بتكلم على إكس منها بالمفهوم السياسي والمفهوم الاقتصادي، أنا بقول إن هو إنشاء ولاية وفاكة كل الدول اللي هي أساسا كانت تاخد مني موقف. لكن تقريبا هتحاول إن أنت تتكرر ولاية علشان أنا أرجع ده. ده موضوع مهم جدا جدا يعني أنا بقول دلوقتي فقمي بزينة وأعضاء المهم. طيب هنرجع شوية لأفريقيا. أفريقيا دي مصر علاقتنا بيها كانت الرمز اللي دعم حركات التحرر والاستقلال في الوقت اللي كانت أفريقيا محتاجة فيه دعم تحرر واستقلال. بالضبط. أفريقيا دلوقتي بشكل صريح تشتغل بالاقتصاد. تشتغل بالدعم الاقتصادي ومن هنا يفسر النفوذ الصيني النفوذ الامريكي النفوذ الاسرائيلي ايضا في افريقيا التركي طبعا طيب احنا بقى دوله عندنا تحديات اقتصاديه بالمعنى البسيط لقد كده يعني عندنا ملف اقتصادي صعب وخطير طب انا ازاي اقدر العب دور في وسط المعادله الصعبه دي اللي مرتبطه بالفلوس او بالمال مرتبطه بالفلوس بس المفهوم اللي يمكن خطر عندنا هو ان هو الفلوس بمعنى المعلومات. انا علشان خاطر لا بمعنى الاستثمارات. بمعنى الاستثمارات استثمارات بمعنى الاستثمارات يبقى انا ما عنديش مشكله لان انا عندي عدد كبير من رجال الاعمال المصريه والشركات الكبرى المصريه. كان عندك فكره في شركه شراكه للمجموعه رجال الاعمال المصريين يعملوا نشاط انا فاكره الفكره دي كويس تبعتها في جرايد اعتقد. ايوه انا قصدي كمان ان هو في استثمارات قائمه بالفعل للمصريين واستثمارات ضخمه وفي عدد كبير من الدول لا اعلم عنها شيء يعني لا يعلم عن الدول تعمل شيء لكن تحقق من الارباح أكثر من أن تحقق أي استثمارات في أي منطقة أخرى من العالم. وده على رد عمل للكلام اللي حضرتك بدأت بيه لأن هم السنين موجودين العتاق موجودين الإسرائيليين موجودين الناس مش موجودة علشان خاطر بتقدم صدى للدول دي الناس موجودة لأنها بتحقق مصالح بتحقق مصالح يعني الدول الأفريقية دي بالنسبة لها مصدر للخير. أنا بالنسبة لي عندي من المميزات اللي هي تدفعني نحو افريقيا اكثر من كل الدول اللي حضرتك ذكرتها. انا عندي امتيازات بتمنحها لي منظمات من المنظمات الاقتصاديه زي الكنيسه. بحس ان انا اقدر اوصل لافريقيا ده كله احنا دولة مؤسسة للوحدة الأفريقية منظمة الوحدة الأفريقية عندنا دوائر عندنا علاقات لكن أنا بتكلم كمان على إن هو أنت عندك الامتيازات الخاصة بانتمائك للقارة دي وتمتعك بوجود عدد من التكتلات الاقتصادية أنا ليه
الصين الاصلي بتاعنا مش مستثمرين. طبعا حضرتك عندك اتصالات برجال الاعمال المصريين في هذا الصدد، كنت بتسمعي ايه؟ لان رجل الاعمال همه في النهايه راس المال بتاعه يبقى في مكان هيجيب له عائد اقتصادي كويس. طبعا في الدور الوطني، واحنا برضو عايزين يعني احنا رجال اعمال في مصر احنا بنعاود عليهم كبير دلوقتي في الداخل وفي الخارج ايضا، يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الاستثمار وفي القطاع الخاص، نحن في حاجه الى دعمه الان. لكن قولي لي حضرتك من اتصالات حضرتك مع رجال الاعمال كانوا بيقولوا لحضرتك ايه؟ عنده الصورة القديمة اللي هي متمسكة في ذهنه عن أفريقيا اللي هي أصبحت بعيدة تماما عن الواقع، وهي من مدام متخلفة ودايما دي أبدا عن بعض، لأن هما الفلوس بتاعته ما يتحط يحبها وما حدش قادر إن هو يرجعها له، مفيش أي ضمانات. الكلام ده كله غير حقيقي وبعيد تماما عن الواقع. في رجال أعمال تانيين بيدهم وعرفوا بالظبط إذا يرجعوا لفين، وفي مشروعات ضخمة لكن بين السنين عنده ثقة حديد بين دول، وبيتكلم عن مصانع معمولة ومنادم تم شرائها واستثمارها. الكلام ده كله عاملين المصريين، لا ما سمعوش ليه الكلام، بس انها خرافات على الوضع الافريقي، وتقدروا بالفعل قدروا ان هم يحققوا لنفسهم والبلدهم، لان هم برضه بيدخلوا فلوس من مصادر مصر وبيشغلوا المصريين الكثير. فهذه هي انا محتاجه ان انا يحصل لي نوع من التحول الكتان في تفكير رجال الاعمال والسياسه وثقافه رجال الاعمال، لان احنا بنتكلم كتير عن غياب الدور المصري في افريقيا. هتكلم معاك في ده، بس عايزين نركز في النقطه دي، ان احنا عايزين نخلق لنا تكتل اقتصادي ان صح التعبير او مصالح اقتصاديه عشان نطبق القاعده السياسيه بتاعت ان المصالح تتصالح. وزيرها السابقه فايزه بن نجا كان برضه بتدعم دايما مواقف حضرتك دي، وكانت بتشير الى ضروره، يعني حتى فاكره حضرتك ايام الصفقات الخاصه باستيراد اللحوم من اثيوبيا. يا ريت يا فندم يتم عمل المقترح مثلا نقترح ده على السفير نبيل فهمي، وانا عارفه ان هو يعني صدره دايما مفتوح لكافه المقترحات، يتم تشكيل لجنه عمل فنيه للتعامل مع افريقيا، حضرتك وسياده السفيره فايزه بن نجا والدكتور اجلال رأفت، لان اعرف انها كويسه قوي مهتميه بالشان الافريقي، دكتور حمدي عبد الرحمن، يعني عندنا ناس اشتغلوا في افريقيا وعندهم خبره كبيره. تمام. طب هذا في مساله الناحيه الاقتصاديه، عندنا احنا مصر احد الادوات اللي احنا كنا دايما بنعتمد عليها في سياستنا الخارجيه السوفت باور، القوه الناعمه اللي خاصه بالثقافه والتعليم وما الى ذلك، ممكن ندعم ده ازاي دلوقتي؟ والله يعني احنا هذا يمكن هيحتاج يعني نشاط حقيقي بقى واستقرار واستراتيجيه محدده، لانه انا محتاجه لحركه الترجمه للكتب الافريقيه بحيث ان هو المواطن المصري يقراها ويعرف ان في حدث من الثقافه والحضاره الافريقيه، ومحتاجه في العكس ان هو الكتب المصريه يتم ترجمتها وتوجيهها في الدول ويتم عرض الكتب المصريه في الدول الافريقيه. محتاجه ان هم يعطوني بالسينما المصريه للدول الافريقيه، الافلام المبرمجه الكثيره مش هطلع نسخ بايظه عشان خاطر الفرق المعيه، لكن اطلع نسخ تصويريه ويتعمل من خلال السفره، لانه للاسف ما عندناش مكاتب ثقافيه في افريقيا، ودي هي برضه من ضمن ما زال حتى الان؟ ما زال حتى الان. انا محتاجه كمان ده اللي انا بقوله للاعلام المصري ان هو يتواجد في افريقيا. انا اللي احنا بنعمله حتى وزير الاقتصاد والحرب بيخطط نفسنا بيكلم نفسه، لكن انا ما حتى في هذه الدوله ما كانش متاح ليا ان انا يبقى لي الرغبه ان انا اتفرج على التلفزيون المصري، فكان بالنسبه هو الوحيد هي قناه الجزيره، وبالتالي هي المصدر الوحيد اللي كانوا بيستقوا منه معلوماتهم. عشان كده طلعت قرارات وتوجهات بعيدة عن الواقع، لأن هنا بصراحة أنا قديم الحياة اللي هي الأجندة الخاصة بك. في حركات التلفزيون المصرية أو التلفزيون المصرية ما ليش وجود. ليش وجود؟
ما فيش في افريقيا يعني، حتى لما كنت سفيره لينا هناك ما فيش التلفزيون الرسمي للدوله المصريه، ما هوش موجود القنوات الخاصه. طب احنا كان عندنا الاذاعات الموجهه يعني، اشرف الدين وزيرة الاعلام اعادة الاذاعات الموجهة مرة اخرى، اعادتها بقوة للتفاعل مع المحيط الافريقي، نخلق قضايا مشتركة، نخلق مساحات للحوار، جولات متبادلة، نشاط ثقافي وعلمي. عندنا تجارب خاطئه، في مره طلبت مننا برونزي بعض المواد الفيلميه والتاريخيه لم نتعامل معها، عارفه وبالمصلحه دي بيخلق نفوذ لنفسه داخل هذه الدوله. الأفارقة بيتعلموا هنا في جامعة الأزهر ولكن هذا
طيب انا هتكلم في حاجات ترجعنا لورا شويه. يعني احنا يمكن دارسين العلوم السياسيه وعارفين ان السياسه او الخارجيه او السياسات الخارجيه على مدى الفترات الماضيه لم تكن تصنعها مؤسسه وزاره الخارجيه. دي دايما مؤسسه الرئاسه وتوجهات من موجودين في مؤسسه الرئاسه حاكمه بشكل كبير جدا وصانعه في كثير من الاحيان. ما كنت ده اللي انا هقوله. يعني السيد احمد ابو غيط وزير الخارجيه الاسبق قابلته كان في يوم احتفالاتنا بيوم افريقيا من اعلام وسالته بشكل صريح عن تراجع الدور الافريقي دور مصر في افريقيا. منذ ذلك الحين لم تدرك او لم يدرك صانعي السياسه الخارجيه اهميه افريقيا في هذا التوقيت ولا ادركنا متاخرا وبالتالي الخطوات مهما كانت موجوده لن تستطيع ان تعالج الخلل الذي حدث. انا بكلمك بكل صراحه. انا بتكلم بصراحه ويمكن انت فكرتي ان الوزير احمد ابو غيط بعد ما وصل الرئيس في هذه المناسبه ان الوزير احمد ابو غيط كان من اكثر الوزراء الخارجيه اللي تنفيذا بالنسبه للدور المصري في افريقيا. لأن أنا اشتغلت معاه كمساعد وزير الخارجية السعودية الأفريقية، هو كان بيدفعني بس إن هو مش عاوز حد يقعد ساكت للحظة أو إن هو يمارس العلاقات الروسية الأفريقية. يعني أنا عملت في خلال الفترة اللي أنا قعدت معاه ما يزيد عن 45 زيارة سنوية للموضوع الأفريقي. الكلام ده بعديه ما تعملش خالص، زيارة سنوية بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا بنلتقي مع المسؤولين وبنتفق علاقتنا يكون في موضوعات مشتركة بينا وبينهم في أعلى مصلحة. يعني إن هو مثلا عارفين إيه يعني حاجات التبادل التجاري، بنتكلم إزاي إن إحنا هنزود التبادل التجاري بينا وبينكم، إزاي إن هو في الناحية الثقافية إحنا بنزود يعني في الناحية الثقافية. لكن المشكلة كانت أكتر للأسف يمكن أنا مش بدافع عن الخلية لكن أنا بقول الحقيقة إن أنا كنت ما بقدرش كل الوقت الثقافي. أنا محتاجة ضروري كل الدولة تكون معايا. يعني أنا لما باجي أتكلم على لا ما كانش في هتكلم بصراحة برضو وفقا لبعض المعلومات. حكومة دكتور نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزرائه ومجموعته الاقتصادية ما كانتش عينهم قوي على أفريقيا، كانوا مهتمين طول الوقت بالعلاقة الأمريكية على العلاقة الأوروبية. أنا كان بدي مهتمين بأفريقيا لأنه حتى كان معهم الوزيرة فايزة عبد المجيد، والوزيرة فايزة عبد المجيد كانت مؤمنة بالعلاقة الأفريقية تماما تماما وكانت بس ده ما أثرش على سياسات نفسه الأسبق أحمد نظيف قام بزيارة لدول أفريقية كثيرة وأكثر من مرة. يعني الفكرة دي زيارة عملية. أه بس هكلم حضرتك بصراحة لو كان في شغل على أفريقيا ما كانتش النتيجة تبقى كده. في شغل على أفريقيا بس هو النتيجة كانت محتاجة لأنه كل الوقت يستدل تشتغل. يعني أنا كرئيس وزراء المفروض إن أنا بقى أنا ومنسكي. أنا حاسس إن أنا هعدي لكل الدول المصرية وما تسمع معايا بس عشان لو وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية هو اللي مش فاهم. يعني أنا لما باجي زي ما بتكلم كده بتتكلمي على حضرتك وعلى حضرتك النفسية اللي أنا بعوز أتعب الوصول الطبية. والوصول الطبية دي وزارة الصحة لوزارة الصحة. عشان خاطر أبتدي أتكلم وزارة الصحة هتقول أنا ما أعطيش الإمكانيات ولا أعطي في كل حاجة. أو الأدوية أنا مش هتنفع. أو بتضع الناس لا يصلح. قاعدين الاسبوع مثلا ثقافي وانا فهمت بيها الكليه والعالم وبتاع وهجيبي. انا محتاجه ان انا زي ما بقول لحضرتك ان هو احنا نتعب الكسر كلها المواضيع. انا لو واحد قال تلبي عام تجاه افريقيا بس ما فيش حاجه من بعدها دي من غير مساحه ومش مهم انا مش هشتري من كل الدول وانا عارف 150 دول ده بيستاهل عدد من الدول اللي انت شايفه ان هو بيعمل محتاجه تركز عليه. بس سيبك من حكايه الدول الحكوميه. احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت كتير قوي في الحكومية وتوسع عشان ملف المية بصراحة ملف المية. انا دايما بقول يا جماعة المصلحة هم لو ليهم مصلحة معاكي هم هيجوا لك. ما عندكيش مصلحة انت عمال تتكلم في معلومات في معلومات في معلومات سواء هم موقعين على الاتفاق الاداري او مش موقعين على الاتفاق الاداري انت مستفزة. طب بمناسبة الاتفاق الإيطالي احنا كده بقينا لوحدنا.
في السودان في تحليلات بتشير انها ستوقع. بس حضرتك يعني من غير ما ادخل في تفاصيل الاداء العام للدولة المصرية رسميا او حتى غير رسمي على مدى الفترة الماضية اصعب العلاقات الافريقية. يعني حضرتك شفتي الحوار، وللاسف مش عايزين نرجع القديم، بس الحوار الوطني اللي شاركت فيه بعض القوى والاحزاب تجاه سد اثيوبيا كان ليه انعكاسات على اوغندا مثلا. يعني احنا شفنا مواقف من اوغندا واريتريا متشدده نتجت عن هذا الحوار. المجهود الكبير، انا عارف طبعا حضرتك خارج وزاره الخارجيه، لكن على مدى الفتره الماضيه كانت الخارجيه المصريه في تحدي كبير يتعلق بكيفيه استيعاب ما يحدث من تفاعلات قويه جدا داخل العالم كله لما يحدث في مصر. الدائره الافريقيه يعني كيف تقيمين، وممكن تبقى نيران صديقه يعني من داخل الخارجيه نفسها، اداء الخارجيه المصريه في التعامل مع الدول الافريقيه؟ في بعض الاقتراحات او بعض المهتمين بالشؤون الافريقيه طرحوا فكره ان تكون هناك وزاره دوله للشؤون الافريقيه، يعني ايه رايك في المقترح ده؟ موجود في التشكيل الجديد؟ يعني التعديل اللي حصل في الخارجيه المصريه، وممكن حتى صححي لي انا ما لاحظتش زي من التشكيل. في وكيلة وزارة للشؤون الأفريقية، لكن ما فيش للشؤون الأفريقية. احنا وحضرتك بتتكلمي، لو حضرتك تبصي معانا احنا بنعرض صور للزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعلاقته وزياراته المتتاليه لافريقيا. يعني عبد الناصر له مكانه خاصه للغايه في النفوس الافريقيه، بيحترموه جدا وبيقدروه هناك، وحتى ابنه لما برضه بيزور افريقيا يعني في حفاوه كبيره حضراتكم شايفين، لكن ربما يكون الزمن تغير
يعني هذه القارة في ذلك التوقيت كانت تحتاج لشخص الزعامة السياسية الذي يدعم حركات التحرر والاستقلال، المناضل ضد الغرب وسلطته وقوته. رئيس الراحل جمال عبد الناصر قدم هذا النموذج بشكل مشرف لتاريخ المصري كله، لكن علينا أيضا أن احنا نتعامل مع أفريقيا وفقا التطورات الجديدة على الأرض. لكن برضو الناس بتقول ما فيش مانع يبقى في جولات من هذا النوع لزعامات أو لشخصيات سياسية عامة تقوم بهذه، وكان في على فكرة عندنا وفود من الدبلوماسية الشعبية تحركت إلى أفريقيا في مرحلة سابقة. مش محتاج ان هو يكون في حركه تحرر عشان فكره تعمل، ويمكن يلعب حركه التنميه الاقتصاديه في القاره الافريقيه، ممكن يكون مفاهيم الفرق الموجود بين القبائل بس الفرقه بشكل مباشر. احنا القاره دي معناها يعني ممكن انه مشكله زي الكبير اللي مرض الايدز مثلا، ومن ضمن الحاجات اللي هم فعلا بيتكلموا مرض الملاريا اللي هو بيعانوا منه دلوقتي الوفيات بتزيد عن الوفيات من الايدز. الموضوع كلها القصه بالتنميه الاقتصاديه وكده. يعني انا عايز الزعامه المصريه ممكن انها تدرس ويكون لها دور مش بس في حركه التحرك. طبعا العمل عبد الناصر احنا ما زلنا حتى الان عايشين على هذا الرصيد. على هذا الرصيد صحيح. انا حضرتك مش هتتصوري ان هو في نفس الباب سيرته صحيح. لما بيحتفلوا بيوم الاستقلال عندهم بيبقوا ما بينزلوا في الشوارع بتبقى صوره عبد الناصر موجوده بنتابع ده احيانا. طيب افريقيا حازت اهتمام كبير جدا على المستوى العالمي نتيجه الامراض اللي موجوده فيها او المعاناه الانسانيه اللي موجوده في عدد من الدول باهتمام ما يسمى دائما بسفراء النوايا الحسنه، يعني حضرتك انجلينا جولي دي لها باع في افريقيا، ليه النموذج ده مش موجود على المستوى العربي يعني او المستوى المصري يعني؟ المدروس مدروس خاص بالقطاع مش السفير، لان مثلا انا بتكلم على مدروس خاص بمنطقه القرن الافريقي يبقى السفراء موجودين، لكن هذا المدروس بينتقل بين كل المواسم وقبل كان في حد ذاته علامه مباشره كانت مصر او مهتم قوي بهذه المنطقه ومنطقه بحيرات راس ومنطقه القرن الافريقي. عشان كده انا خصصت مدارس خاص عشان خاطر نتحرك بين دول ونشوف ايه المشاكل والقضايا اللي هم بيعانوا منها عشان عارف مصر ليها دور وليها دور لا. وبعدين معلش انا اصلا وقتها انا في هذا المجال انه في خلال المقابله بيني وبين رئيس افريقيا رئيس اريتريا اريتريا كان كل تركيزي خلال المقابله على ان مصر ضروري ترجع تاني تكون القائد بتاع افريقيا. لأنه هو غياب مصر خلال الفترة الماضية ده عدد من الدول الصغيرة أعتقد إنها ممكن إنها تحل محل مصر وتطلع على المسرح وتقوم بسياسات بتأدي إلى درجة يؤمنني الكلام اللي حضرتك بتقوليه. الحقيقة يعني أنا حضرتك بتكلميني دلوقتي كمواطنة مصرية يؤلمني هذا الأمر الحقيقة. يا ريت يتحقق. طيب عندنا تقرير هنشوفه مع سياده السفيره منى عمر عن كيف تفاعلت الدول الافريقيه مع تطورات الاحداث في مصر، وركزوا قوي في المقاطع الموجوده. كانت أولها قد عرض مدى الخطوات التي زارت مصر في يوم الماضي بعد قرار الاتحاد الافريقي تضمين عضويه مصر عقد عزل رئيس مصر. وبسبب ما
في الغرفة سمحت له السلطات المصرية بزيارة الرئيس السابق محمد مرسي في العزبة. وفي ختام زيارة قناه صرح بأن مستوى العائلة ما يدفع لأسر الثلاثة لأنه بثورة الشعبية. حاول الله التكوين على بأعضاء الأدنى لتسليم من الاتحاد الأفريقي. وفي السياق نفسه أرسل رئيس عدل مصر استثمار المؤمن في دولة أفريقية لتوضيح حقائق الثلاثة الأولى. وقالت السفيرة وأن جنوب أفريقيا المهاجمة لمصر وفسرته في قلب اتصالات سمعت أنها كشفت بين جمعيات تعتبرها إرهابية في بريطانيا وأثراتها في مصر وأن جمعيات عقدت لها أرضا خصبة في ظهر النظام السابق وأن تأثير في صناع القرار السياسي في جنوب أفريقيا الأمر الذي يفسر الموقف الأخيرة كما صرحت السفيرة. أثار مركز جنوب أفريقيا تجاه تظاهرات 30 مليون نشط كثيرا ممن اعتبر مصر كانت مساندة لجنوب أفريقيا في مدعمها ضد الفصل المصري. شفنا المشاهد الخاصة بنشاط جمال عبد الناصر في القارة الأفريقية، لما شفنا كيف يتفاعل أو تتفاعل الدول الأفريقية مع ما يحدث في مصر. الحقيقة إن في ناس كده بتحب أفريقيا، يعني في ناس وأعتقد طبعا سيادة السفيرة أنا كنت بقولها في الفاصل لما بتوع أفريقيا بيجي في دماغي على طول السفيرة منى عمر. حضرتك قلت لي معالي السفيرة إن وفد الحكماء من المقرر أن يعود مرة أخرى، هفهم مع حضرتك تفاصيل الجدول المرة دي. ممكن المرة الأولى كان لزيارة مرسي وحتى حصل نوع من اللغط، قيل إن رئيس الوفد ده قال إن مرسي مانديلا، وطبعا تم نفي هذه النظرة. أنا شايفة في اتصالات من القيادي محمد علي بشر ما زال يعني بيتقال وفق تقارير صحفيه انه يقود مساله المفاوضات مع الدوله والاطراف الغربيه. انا حيعتقد الجانبين كانوا حيتعرفوا الشعب المصري نفسه لان ما نفكر فيه برضه عدد من افراد المجتمع المدني نفسهم كانوا حريصين على انهم يلتقوا بيهم ويتكلموا معاهم على حقيقه الحدث في مصر. صحيح. يعني الصور اللي طبعا بتطلع بره كلها دايما في اقسام بين الشعب المصري وعلى شفا حرب اهليه وكلام صعب جدا، يعني محدش بيتكلم على انه الشعب المصري كان واجه تفاصيل الفساد السياسيه يعني الوضع المباشر اللي بيوصلوا الناس لما بتيجي تمشي في الشوارع وبتعيش حياتها عادي بترجع طبعا مختلف تماما عن اللي بتشوفه في التلفزيون. طيب احنا يعني وصلنا لختام الفقره، بس ارجو ان حضرتك تكرري على اذهان المصريين الان ما قاله لك رئيس اريتريا بالنسبه لمصر، لان انا شايفه ان ده ربما يكون ختام الامثله. هو اتمنى علي ان مصر تعود وتكون بدور الدور المربي في افريقيا، لانه بيعتبر ان مصر هي زعيمه القاره الافريقيه. لأن غياب مصر خلال الفترة الماضية سمح لدولات أخرى وما أعتقد أنه ممكن أن تحل محل الدولة المصرية في قيادة أفريقيا، وأن ده مش صحيح. وأن ده ترتب عليه العديد من المشاكل ومن الحروب ومن القضايا اللي بتعاني منها القارة حتى الآن. وزي ما قلت كده أتمنى أن مصر تعود لقيادة القارة. الجملة دي جملة مؤثرة للغاية، وأرجو يعني ربما يكون حديث السفيرة منى عمر لما قالها هذا الكلام كان وقعه مؤلم على نفس حضرتك ومشاعرك زي ما هو مؤلم بالنسبة لنا الآن وإحنا بنستمع إلى هذا الكلام، لكن خلونا نبدأ بداية جديدة، يعني نحن نسعى إلى يعني نحن نسعى إلى بناء دولتنا من جديد. المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي بيقول نحن في لسنا في مرحلة انتقالية فقط، ولكننا في مرحلة
تأسيسية، نحن نؤسس الدولة المصرية ونؤسس لدولة جديدة. أرجو أن احنا نبقى حاطين في حساباتنا القارة الأفريقية كجزء أساسي من تحركاتنا خلال الفترة القادمة، وأرجو ربما نحاول نوصل ده لمعالي وزير الخارجية السفير نبيل فهمي. نرجو أن يتم تشكيل مجموعة عمل لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الشأن الأفريقي، لأن ربما ده يكون وسيلة مساعدة في هذه المرحلة للتحرك مع أفريقيا. بشكر معالي السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا، نورتينا سيادة السفيرة. إن شاء الله أشكرك يا فندم نورتيني، وبعد الفاصل التغطية مستمرة مع حضرتك.